محترفين اليوم. كاديم كلبي أربع شوف من المنامة وكاديم كلبي وخذ على السد 72-71 وفاز على القادسية 84-69. كاديم كلبي كاديم كلبي تصويب احمد عزيز رشاد وود كلبي تصويبه من كلبي بنقطه فيها ووف سريع ثلاثيه من رشاد وود ضاعت كلبي رشاد للمره الثانيه حلوه لعبه هوائيه من كاديم شوف اللعبه الهوائيه الحلوه الجميله بدنك جعب اليوم من الدنكات وهذا دنك ايضا لمن ثواني متبقي كلبي كلبي تصويبه من كلبي بنقطة بطولة الكويت الكويتي بطولة نقطتين لتكر ثواني كمبش رشاد وود رشاد وود لكاديم كلبي رشاد تحت السلة محمد الصقر لكاديم كلبي هجمة سريعة لعلي الخضير كاديم كلبي كاديم كلبي